النهارده اغلب البنوك في مصر طبقت فعلا بعض الخدمات الالكترونيه، بس هي يعني الى حد ما بتندرج تحت المدفوعات الالكترونيه. يعني الموبايل بيمنت او البيمنت جيت واي اللي هي بوابات المدفوعات بشكل كبير جدا عن طريق الانترنت او عن طريق الاي تي ام ماكينه الصراف الالي او عن طريق خدمات التليفون المحمول. فالنهارده بقى ممكن من اغلب البنوك تدفع فواتير المرافق بالكامل، تدفع خدمات المرور، تدفع مجموعه تدفع فواتير المرافق بالكامل. يعني انا النهارده عن طريق تليفوني ادخل على حسابي في بنك تمام وادفع فاتوره الكهرباء مثلا؟ ممكن يا فندم، ده متاح من عن طريق متاح. في حاجه اسمها موبايل والت، المحفظه الالكترونيه دي موجوده في اغلب البنوك النهارده. المحفظه الالكترونيه بتتوصل بسواء بطاقه مدينه او بطاقه دائنه على حساب حضرتك في البنك، وبيبقى ليها قدرة على ان احنا ناخد جزء من الحساب بتاع حضرتك نحمل بيه المحفظة. فمثلا هنفترض ان حضرتك عايز تدفع فاتورة التليفون بتاعتك بمبلغ معين، بتخش على المحفظة الالكترونية وبتقول له حط لي 200 جنيه من رصيدي عندك في الحساب الى المحفظة الالكترونية، وتخش من المحفظة الالكترونية برضو تختار خدمات الدفع، تختار الخدمة اللي حضرتك عايز تسددها. نفترض انها فاتوره التليفون المحمول، بتختار المبلغ اللي حضرتك عايز تدفعه. فاتوره الكهرباء بقى، انا مهتم بموضوع فاتوره الكهرباء. طبعا فاتوره الكهرباء انت بيجي لك الورقه الكبيره اللي مليانه ارقام بتاعت تفاصيل كتيره تدفعها، يعني بالورقه دي بتدخل على حسابك وتدفع فاتوره الكهرباء؟ بتخش في بعض الشركات، تعتبر شركات وسيطه ما بين البنوك ومقدمي المرافق زي شركه الكهرباء والمرافق الاخرى، بيكون عندهم جزء من المعلومات عن حضرتك، مش كامل المعلومات لان دي برضو سريه بيانات عن العملاء، لكن بيكون عنده مثلا الاستهلاك بتاع حضرتك، قيمه الاستهلاك. فحضرتك بتخش بتستعلم على الفاتوره بتاعتك، بتعرف المبلغ بتاعك بتدفعه مقابل يعني ده موجود ده موجود حاليا، ده موجود فعلا. يعني طب ولما المحصل يجي يطلب الفلوس اقول له ايه؟ انا دفعت عن طريق الانترنت؟ هو المحصل مش هيجي لحضرتك يطلب الفلوس، ان هي خلاص اتدفعت وحضرتك بتقول له ان انت لو حصل يعني وجالك بتقول له ان انت دفعت عن طريق خدمه سواء البنك او عن طريق الانترنت، لان ممكن تسدد فعلا من الانترنت. فده اصبح موجود.